مرحبا، كيفكم؟ اليوم رجعنا بفيديو جديد عن سلسلة تعلم اللغة السويدية من الصفر. اليوم حنكتب جمل سويدية قصيرة، فلحتى نتعلم هاي الكتابة من الجمل لازم تكونوا شايفين هذا الفيديو من قبل. كتابة موضوع سويدي عن وقت الفراغ، هذا الفيديو اللي احنا كتبنا فيه 50 كلمة مهمة، 50 فعل مهم، و50 كلمة باللغة السويدية كتير لازم الواحد يكون مركز عليهم، بالإضافة لأنك لازم تكون أنت شايف الفيديوهين اللي نشرناهم بتعلم اللغة السويدية للمبتدئين. فبلشنا احنا بالضمائر، ضمائر الشخصية وضمائر خلينا نقول ضمائر الملكية. فهدول الفيديوهين كتير مهمين لحتى نبلش باللي بدنا ناخده اليوم. طيب، فيديو اليوم تشكيل جمل سويدية قصيرة، ما حتكون كتير صعب. حناخد النموذج اللي بنعتمده وبشان شوي شوي نطوره ونحسنه وتصير الجمل السويدية تبعيتنا أكبر وأكبر. خلينا نبلش. إن سقطت الجملة باللغة السويدية تتألف من فاعل بده يكون يا بالمضارع يا أما بالماضي. خلينا نقول هذا الفعل يلي عندنا، يا الفعل اللي بده يصير بده يتحدث عن شو عم يصير حوالينا، أو عن شو صار أو شو حدث، شو اللي عم يجري حوالينا. طيب، وبعدين بالإضافة بده يكون في كلمات أخرى اللي بتكون هي السوبيكت، اللي بتكون هي الفاعل. ما عندنا شغلتين أساسيتين بالجملة السويدية، هي فعل وفاعل. الفاعل بيجي أول شيء وبعدين الفعل، مو مثل اللغة العربية. فعندنا أول شيء فاعل سوبيكت وعندنا فعل فيرب. طيب، شو الفرق بين السوبيكت والفيرب؟ السوبيكت ممكن يكون ضمائر اللي حكينا عنهم بالفيديو الماضي، أنا، أنت، هو، هي. ممكن يكونوا أسماء مثل مثلا علي، عمر، علا، شهد وإلى آخره. وممكن يكونوا شغلات ملموسة يعني مثل طاولة، هي ممكن تكون فاعل، أو نحن بنسميها سبستانتيف اسم، فهي كمان ممكن تنوب مكان الفاعل. فطاولة، مدرسة، هدول كلهم أسماء ممكن يكونوا مكان الفاعل، أو خلينا نقول سبستانتيف. ففي فرق بين السوبيكت، الفاعل اللي ممكن يكون شخص أو ممكن يكون هو هي أنت الضمائر بشكل عام، ومثل شغلات سبستانتيف أسماء يلي ممكن يجي قبل الضمائر الملكية اللي حكينا عنهم بالفيديو الماضي، مثل مثلا كتابي، مين، بوك، فهي بيكون بتنوب محل الفعل. هي أول نقطة. ثاني نقطة، الفعل اللي بيحكي عن الشغلات اللي عم تصير، يعني الفعل لازم يكون في حركة، لازم واحد يمشي، ياكل، يتحرك، يشرب، يسبح، فهدول كلهم أفعال. فالفعل اللي بنعرفه فيه إنه فيه حركة، إجباري بده يكون فيه حركة، يمشي، يقرأ، يعني في شيء أنت عم تقوم فيه، في شيء أنت عم تفعله، عم تشاهد فيلم وإلى آخره. طيب، الكلمات الأخرى تتحدث أكثر عن شو عم يصير، يعني إذا أنت مثلا حكيت يمشي لحاله سبرينجر أو يركض أو جور، جور خلينا ناخذ فعل جور يمشي، فبدك شو جور لحاله ما بيمشي لحاله، بدك تقولي مثلا هون جور، هي تذهب أو هي تمشي. هيك صار عندي صورة بسيطة عن شو عم يصير، إنه هي تمشي. هي جملة بسيطة باللغة السويدية، هي الفاعل وتمشي الفعل، فاعل وفعل، جملة بسيطة كتير. مثال، هان سبرينجر، هو يركض. فمثل ما شايفين هون في عندنا سوبجكت اللي هو الفاعل لكو هان، وفينا الفاعل ممكن يكون بصيغه ثانيه، مثلا على سبيل المثال فينا نقول الي سبرينجر، علي يركض. فصار في عندنا هون الفاعل شو هو؟ هو هذا السوبجكت. وفي عندنا الفاعل بنرمز له بحرف الاس، لانه مثل ما شايفين سوبجكت اول حرف منه اس، فبنرمز له بحرف الاس. والفعل بنرمز له بحرف الفي، لانه مثل ما شايفين هون الفيرب اول حرف الاف، فبنرمز له بحرف الفي. هذا هو الفيرب هون، هذا هو الفعل. وممكن يكون الفعل كمان يجي بالزمن الماضي وبالزمن الحاضر، وممكن يجي بالمستقبل. بالمستقبل لازم نقول كلمه سكا، هذا الشيء بنحكي عنه بعدين. مثل ما شايفين بس يكون عندنا فاعل وفعل بتشكل عندنا جملة بسيطة بنسميها ساتس، جملة سويدية. خلينا نقول طيب، اعطوني جمل سويدية، او فينكم هلا تعطوني جمل اذا انتم يعني معي عم تشوفوا الفيديو. مثلا على سبيل المثال خلينا نقول هون هي السوبجكت، اتر هي تاكل. هي جملة سويدية بسيطة، بدنا نحط النقطة اخر شيء وما ننسى الحرف الكبير، الحرف الكبير اساسي والنقطة باخر جملة. جملة سويدية ثانية مثلا، اسم مثلا عمر جور يمشي، هاي جملة سويدية بسيطة ما فيها مشاكل. إذا بدي استخدم مثلا السبستانتيف اللي حكيت عنه، السبستانتيف من الأسماء، مثلا على سبيل المثال مين بوك، هي مين أخذناها بالدرس الماضي، كتابي، كتابي أو خلينا نقول مثلا سكولا، هي انه هذا المثال عم اتذكر هذا المثال اذا كتبناه ولا لا بالفيديو الماضي، ما اعتقد كتبناه بالفيديو الماضي. مدرستي مين سكولا، طبعا بنقول سكولا ما بنقول سكولا، لانه بعد مين، بعد الضمائر الملكيه ما بيجي، بيجي او بيستمد غير معرف، فبتجي مين سكولا مو سكولا، اوعى مين سكولا. الفعل هم بده يكون ار، يكون هار،
هيك ار هار اخذناها بالدرس الماضي، فلكن اتذكر شو كنا شو المثال اللي كنا نحكيه بالدرس الماضي حتى نرجع نعيد شوي. ار هار يكون هنا، هون الفاعل او السبستانتيف اللي يكون موجود معنا هذا هو الفاعل، لانه مين الاسكولا هي مدرستي، والفعل ليكو ار تكون هذا فعل، فعل اسمه فعل الكون، فعل الكون اللي هو ات فارا بالمصدر ات فارا، بس بالمضارع بكون ار، وهار هي هنا واخر شيء في نقطه وحرف كبير. هي جمل بسيطه تتكون من فاعل وفعل. طيب ممكن الجمل السويدية، هذا الشيء حنشرح عنه بالدرس الجاي، ممكن الجمل السويدية تتشكل بطريقة مختلفة. يعني ممكن يجي أول شيء عندنا يعني زمن، مثل ما شايفين تيد هذا زمن، بمورن مثلا أو بمورننا يعني بالصباحات هذا زمن. بعدين بيجي عندنا الفيرب، الفيرب هو سبرينجر يركض، شايفين فيرب. بعدين بيجي عندنا السوبجكت الاسم ريكارد، اسمه ريكارد. وبعدين ممكن يجي عندنا هي اسمها ادفيرب، ادفيرب يعني هي بعدين ناخذها لقدام، مثل التيد اوف تايب لاند، او حتى النفي كمان. تيل سكولن هو المكان يلي رايح له. فهي مثل ما شايفين في عندنا فيرب وفي عندنا سوبجكت واضافات ثانيه، مكان زمان، هي كلها بتضل جمله واحده، فهي ان ساتس عباره عن جمله واحده. ليش جمله واحده؟ لانه فيها فعل واحد واسم واحد، سوبجكت واحد وفيرب واحد. طيب اذا كان مثل هي الجمله اللي عندنا اياها هون، هان سبرينجر اوك هون سيكلر، هي يعني عم تسوق البسكليت وهو يركض، هي جملتين. ليش؟ لانه في عندنا فعلين واللي هن شو هن؟ هن سبرينجر اول شيء وسيكلر، وفي عندنا اسمين سوبجكت او فاعلين خلينا نقول، واللي هي هون وهان. هون عباره عن جملتين معنا اياهم، ماشي؟ فاعلين فعلين فبصيروا جملتين. طيب كيف الجمل مثلا بهالحاله، كيف نحن بنعمل منها سؤال؟ هي جمل بسيطه، هلا شفنا هون كذا جمله، كيف بنعمل منها سؤال؟ هلا حتى نعمل منها سؤال بس في بيتر بلاتس ميلان سوبجكت اوك فيرب. نحن عندنا بالجمله السويديه بيجي اول شيء، شو عم يجي اول شيء؟ على طول عم يجي السوبجكت، ليكو سوبجكت، ليكو هذا سوبجكت، هذا سوبجكت، فعلى طول عم يجي السوبجكت اول شيء. هون عم يقول بس بنبدل مكان بين السوبجكت والفيرب، يعني قيم السوبجكت وحط بداله الفيرب. المثال اول وحده مثلا عندنا اياها الي سبرينجر، هي كانت هان سبرينجر، شو بتصير؟ بتصير سبرينجر هان، بدال هان سبرينجر شو بتصير؟ بتصير سبرينجر هان، وبدال الي سبرينجر شو بتصير؟ بتصير سبرينجر الي. علق الزر فلهيك طلع اكثر من حرف. هي سؤال سبرينجر الي، هذا النوع من الاسئله جوابه يا اما بده يكون يا نعم، يا اما بده يكون ني وبس، يا نعم يا لا، ما في حل تاني عندك. هدول الأسئلة البسيطة اسمهم، أو الأسئلة اليا والني فروغر. يا والني فروغر هن اللي بيبلشوا هيك إنه بفعل وفاعل. طيب خليكم تجربوا بمثال تاني، مثلا هاي هون آتر شو بتصير؟ بتصير آتر هون، ولا تنسوا إشارة شو؟ إشارة الاستفهام، حرف كبير أساسي موجود معنا، بس بدال النقطة بتصير إشارة استفهام، فبتصير هي آتر هون، هاي شو بتصير؟ جور أومر. فإذا بدنا نحطها هون بتصير هيك جور وما، طبعا ما بننسى حرف كبير للأسماء. أما هون ما بيأثر، هون فينا نقول مثلا آتر، هون فينا نعمل هيك حرف صغير لأنه هي هون مو اسم، هون هي ضمير ففينا نحط حرف صغير. أما هون مثلا كمان عندنا إياها نفس الفكرة، أول شيء حرف كبير على طول، أول جملة حرف كبير، فهي لازم ننتبه لها، بس الأسماء كمان فيها حرف كبير، وما بننسى إشارة الاستفهام لما بتصير سؤال. هون شايفين نقطة هون إشارة استفهام. آخر جملة مين سكولا آر هار، لما بدي أسأل حدا إنه مدرستي هنا يعني آر، فأنا شو بدي أقول؟ إنه بنبدل مكان بين السوبجكت والفيرب. هذا الفيرب، خلينا نحط الفيرب أول شيء، بصير آر هي الفيرب أول شيء، بعدين السوبجكت مين سكولا او السبستانتيف، شايفين هون يرجع حرف صغير لانه ليش؟ لانه هذا مو اسم، هذا ضمير، ان الضمائر بترجع صغيره بالنص لما بتكون بنص الجمله بترجع صغيره. ار مين سكولا، وبنكمل الجمله مثل ما هي، هار اشاره استفهام، هل مدرستي هنا؟ فهذا سؤال بسيط، جوابه بده يكون شو؟ انه يا اما نعم، يا اما يا اما ني، يا اما لا. وهون نفس الشيء، جور عمر، مشي عمر او راح عمر، كمان بنقول يا او ني، يا اما انه راح يا اما لا. نفس الشيء هون، اتر هون هي عم تاكل، يا اما ايه يا اما لا. اسئله بسيطه ما فيهم اي مشاكل. هي مثال، وهدول امثله مثلا هون. سيكلر هون هي عم تسوق البسكليته، فشايفين اول شيء عم يجي الفعل وبعدين شو؟ بعدين السوبجكت او بعدين الفعل. فمعناتها الصياغه هون لحتى تساوي فروغ، خليني احط لكم اياها هون، اول شيء بيجي الفيرب
بعدين بيجي سوبيكت او بيجي سوبستانتيف اللي هو الفاعل، فبصير في عندنا شو؟ بصير في عندنا فروقة. ماشي. اما هون بالجملة كانت هون وين معنا؟ هون بالجملة هاي العادية، خليني اكتب لكم اياها هون. مثلا كان عم يجي عندنا اول شيء سوبيكت او السبستانتيف الاسم، بعدين عم يجي عندنا الفيرب الفعل، فبصير عندنا شو؟ بصير عندنا ساتس، جملة عادية او جملة يعني جملة طبيعية. طيب ان ساتس كان اوكسو بيستو اوف ايت فيرب اي امبراتيف فورم، انه الساتس جملة ممكن تحتوي بس على فيرب، على فعل بيكون بصيغة الامر، يعني ما في داعي ليكون في عندنا اسم، او ما في داعي ليكون في عندنا فاعل. وبالاضافة لاندرا ستاتس ديلر، ستاتس ديلر يعني اجزاء الجملة، على سبيل المثال مثلا مكان زمان، فالستاتس ديلر هاي خليني احكي لكم اياها هون، هاي مثلا ممكن هي تكون على سبيل المثال مكان بلاتس، ممكن تكون تيد زمان، وممكن تكون هيك تتمة الجملة شو مكانت مثلا، يعني اسماء افعال مفعول به اوبجكت مثلا اللي هو. طيب المثال سبرينج اركض، هذا فعل امر، فهي جملة. ليش هون ما في فاعل؟ هون بس في فعل امر، ففعل الامر ما بيجي فيه فاعل، انه اركض، ما في اركض انت، بس اركض، فهذا شو؟ هي جملة اسمها انصص، هذا مو فعل، صحيح انه هن مبلشين هون بفعل، مو سؤال قصدي، صحيح انه مبلشين هون بفعل، ولكن هي مو سؤال، لو سؤال كانت هون بدها تجي اشارة استفهام، وكان بده يجي الفاعل هون، يعني مثلا لو كانت سبرينج، وبعدين هون سبرينج شايف مو سبرينجر، فسبرينج هون جاي بصيغة الأمر، أما بصيغة المضارع شايف سبرينجر يركض، فسبرينج هون بصيغة الأمر، وبيجي على طول بعد صيغة الأمر شو؟ إشارة التعجب، أتروبستيكن. فهي صيغة أمر، هي بنقلها جملة عادية لحالها، هي كلمة هي بتشكل جملة بدون أي فاعل أو بدون أي إضافات. سبيل يعني مثال تاني على هاي الفكرة، سبرينج إيفاك تير سكول النوم، اركض يعني اركض في الطريق الى المدرسه الان. شايفين هون في الطريق، هي اعتقد يعني تعتبر، خلينا نقول مكان، تلسكولا كلها هون، ايفاك تلسكولا هي مكان، ونو هو الزمان، فاجا فعل واجا مكان وزمان، ولكن ما اجا شو؟ ما اجا فاعل، ولكن هي تعتبر جمله. ليش؟ لانه هي جمله امر، شايفين في اشاره تعجب اخر شيء، والفعل جاي بصيغه الامر. لازم الواحد يعرف صيغ الافعال، بس هي على التدريب بتجي معاكم. اهم شيء شوفوا الفيديو اللي قلت لكم عنه باول الفيديو، فيه 50 فعل، اهم 50 فعل هدول شوفوا شو الماضي منهم، شو المضارع، في منهم كاتبينه بالماضي احنا بالفيديو هداك اللي حكينا عنه، وفي منهم مذكورين بالمضارع، فهدوك اهم 50 فعل لازم تتدربوا عليه هون لحتى تحكوا جمل بسيطه. فهي تعتبر جملة لحالها حتى لو مبلشة بفعل، ولكن نطلع هون بما انه في اشارة تعجب معناتها هذا مو سؤال، هي جملة امر. كم هي تعال الى هنا، هي جملة لحالها، هي جملة امر، هي فينا تجي لحالها، فينا نحط اشارة تعجب هون، هي جملة من هون لهون جملة، تعال الى هنا. اوك و هم تمي احضرني او جيبني، شايفين كلمة مي هي مرقت معنا بالدرس الماضي، ليش اجت مي هون؟ اللي بيعرف انه جيبني ما اجت مثلا مين، لانه مي بتجي بعد الافعال، وهي فعل، همت فعل، فاجت مي، هي مي بتجي بعد الافعال، اما مين ودين وهنس وهانس بيجوا قبل الاسماء، هون ما في عندنا اسماء حتى نذكر هالشغلات، بعدين هدوك ضمائر ملكيه، لازم الواحد يكون بيملك شيء، اما هدول ضمائر المفعول به، شلون يعني ضمائر المفعول به؟ شرحنا بالفيديو، اول فيديو اخذناه، هو بيجوا بعد الفاعل، بعد الفاعل والفعل، يعني بيجي اول شيء مثلا فاعل، بيجي بعدين فعل، بيجي بعد الفعل على طول، ما بيهمنا، هلا هون جملة أمر ما عندنا فاعل، بس عندنا فعل، فهن ضمائر المفعول به بيجوا بعد الفعل. فإجت مي. كلوك كان 6 زمان، يعني هذا الزمان حكينا عنه ممكن يجي، فهون في عندنا أول شيء فعل أمر، وفي عندنا فعل أمر هون، ففي عندنا فعلين أمر، فلهيك صار معنا جملتين أمر، واللي مثل ما شايفين هون إشارة التعجب موجودة. طيب الفيديو ما صعب ابدا بصراحه، كثير سهل. هذا هو كان فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، تشكلوا جمل بسيطه، حاولوا بعد هذا الفيديو تكتبوا مثلا 20 جمله، مثلا انتم بتعرفوا كل الضمائر اخذناهم بالدرس الاول، وبتعرفوا كل الضمائر الملكيه اخذناهم بالدرس الثاني، وبتشوفوا الفيديو اللي حكيت لكم عنه باول الفيديو فيه 50 فعل، فهيك عمكم بيكون مثلا حوالي 50 قول 30 فعل، 25 فعل، وعمكم تقريبا الضمائر كلها بالاضافه للاسماء، في كثير اسماء، وبالاضافه للكلمات اللي انتم بتعرفوها مثلا لما بتزيدوا لها ضمائر الملكيه مثل مين سكولا، دين سكولا، مين فيسكا،
والى اخره. فبصير هدول ممكن يجوا مكان الفاعل، بتضيفي لهم الفعل فبصير جمله عاديه. فحاولوا تشكلوا جمل عاديه وتشكلوا اسئله واكتبوا لي اياها بصندوق التعليقات اذا انتم حابين انا اصلحها او اعطيكم ارائي فيها. هذا هو كان فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا. بشوفكم فيديو جاي وموفقين يا رب. سلامات.